السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في قناه مواد تي في. حلقه اليوم ان شاء الله هو غادي نوريكم طريقه كيفاش نشارجيو التليفون بهاد الحجرات هادو، هما كيما شفتوا هاد الحجرات العاديين. اي واحد فينا تيقول لي هذا المشكل هو تنمشيو تنديرو شي خرجه ولا تنخرجو شي بلاصه و تيتشارجا لنا التليفون وما تلقاوش اما الضو ولا ما تلقاوش الشارجور في هذيك البلاصه باش نمشيو. بزاف تيقولوا لنا، انا تتوقع لي بزاف. المهم اليوم غادي نوريكم ان شاء الله الطريقه باش نشارجوا التليفون بهاد الحجرات ان شاء الله، باش لان هاد الحجرات موجودين في اي حانوت انسان فيما غادي يشري مع ثلاث الحجرات. ونوريكم المهم اخوتي تنحتاجوا ثلاث الحجرات كما شفتوا، هادو هما ثلاث الحجرات من فيهم 1.5 فولت كما تشوفوا، 1.5 فولت نحتاجو. تيخصنا حتى ثلاث حجرات هما ثلاثه كما شفتوا. هاد الكابل تاع اليو اس بي هذا اي واحد فيكم غادي تلقى عنده بزاف مليحين في الطراوة. حنا تنحتاجو هاد الراس هذا بوحدو، شتي هاد الراس بوحدو اللي تنحتاجوه هو هذا، ما تنحتاجوش. عندي واحد انا قطعتو هو كما شفتوا، هو اللي تنحتاجو. حنا تنحتاجو الراس بوحدو و تنحتاجو شي طرف تاع التيو. انا استعملت تيو، هو ابسط حاجة واقيلا هي التيو. ممكن تستعمل شي قاعد ممكن تلوي فيه الحجرة نتوما، ممكن تستعملو هادي هي ابسط حاجة. كاين كمين قالت لكم واحد سميتو بالكاويه، ولكن بزاف الناس بيقول لك حنا ما عنديش الكاويه وداكشي. المهم انا بغيت نوريكم ابسط طريقه باش نقادوها ان شاء الله، ابسط طريقه. المهم تنشدو هاد التيو هذا كيما شفتو، هاد التيو تنحلو من هنا كما شفتو. حنا التيو تنخشو فيه الحجرات الاولى، الثانية، الثالثة. كما شفتو ثلاث الحجرات تنخدو هاد التيو من هنا تنخدو لحد الحجرات كما شفتو هما. كما شفتوا لنا هذا هو لنا بهذه الطريقة. تنشتو كما شفتي تيكون فيها الفاز والنوتر كما شفتو، زائد وناقص. زائد تنديرو في الزائد والناقص تنديرو في الناقص. حنا غادي نديرو بأبسط طريقة، بغينا نديرو حنايا السكوتش. حنا قلنا إلا ما لقيتيش سوى سير باش تشارجي التليفون، غادي نديرو حنايا السكوتش بلا ما نديرو كاوية وداكشي. غادي نديرو طريف تاع السكوتش كما شفتو، الطريف تاع السكوتش البيض هو الفاز. غادي نديرو طريف السكوتش اخر النوتر. كما شفتوا الطريقة راه ساهلة وبسيطة جدا. كما شفتوا نجيبو التليفون ديالنا هو كما شفتوا، هو تيتشارجا. طريقه جد سهله وبسيطه كما شفتوا التليفون تيتشارجا. المهم اخوتي الفكره اليوم هي هذه كما شفتوا، هي الفكره اليوم هي هذه، هذا الشاحن تاع التليفون كما شفتوا الفكره. نتمنى يكون الفيديو اللي عنده واحد البوطون احمر باقي لتحت راه كليك عليه باش توصلوا كل جديد، واللي مازال ما تفرج فيديوهات القدام يتفرج فيهم ويبارطاجي مع صحابو باش توصلوا كل جديد ان شاء الله. اكثر من 30 فيديو كاينه في القناه، دخل تفرج واستفد مع راسك وبارطاجي مع صحابك يستافدو توما. وشكرا لك بزاف. اللي مازال ما تابونا يدخل يتابونا، اللي ما دار جيم يدير جيم باش يوصلو كل جديد ان شاء الله. ولا عجبك المحتوى ما تنساش بارطاجي مع صحابك، وشكرا لكم بزاف.